صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى فيده الله ورعاه أمر ملكي رقم 40 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع لمجلس الشورى والنواب. جاء فيه يفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم الخميس 26 من شوال 1438 والموافق 20 من يوليو 2017 ميلاديا.